يا مساء الأنوار على حضراتكم جميعا، يا أهلا وسهلا. نجمنا النهاردة نجم محلي ونجم أوروبي، لعب هنا ولعب بره، ولعب لمنتخب مصر وله هدف ما يتنسيش وله ذكريات جميلة جميلة جميلة. النجم الكبير كابتن ياسر رضوان. مساء الأنوار يا أبو الكباتن. أهلا وسهلا بك كابتن مدحت، كل سنة حضرتك طيب ورمضان كريم على الأمة الإسلامية كلها أجمعين. تشرف أننا موجود معك النهاردة. طيب قول لي بقى، ذكريات أنت افتقدتها في شهر رمضان حاليا؟ والله بالنسبة للكورة طبعا كان في ذكريات كويسة، زي مثلا اي ماتشات كانت بتبقى في نهايه رمضان على العيد، بتبقى الحمد لله كان بيبقى فيها مكسب مع الاهلي سواء مع منتخب مصر. في ذكريات بقى كتير مع اللعيبه نفسها، اصحابنا وزمايلنا، وكان بيحصل مواقف كتير صعبه، وانا مريت برضو بموقف صعب في المانيا. تواجدت في الصيف ورمضان جه في الصيف وانا موجود هناك. اليوم كان صعب جدا، كنت يمكن الفطار بتاعي كان بيبقى الساعة 10، والوقت ده كان في فترة إعداد، فكنت بضطر أتمرن مرتين وثلاثة في اليوم. كان موضوع شاق جدا، وبصراحة الحمد لله يعني ربنا قدرني، لكن أنا تعبت بس في آخر يوم ده اللي ما قدرتش فيه، وبقى مع ذلك برضو يعني ما مرضتش لا أكل ولا أشرب لحد كملت الصيام يعني. بتقضي طيب يومك ازاي خلال شهر رمضان في الوقت الحالي؟ وطبعا زي اي فرد مسلم، هو اهم حاجة العبادة طبعا في رمضان، واتجاه لربنا سبحانه وتعالى اكتر، التزام بالصلوات. طبعا الصبح بتقوم بتقرأ شوية قرآن بتاع مش عارف ايه، ممكن ماتش خماسي مثلا مع ناس برضو كده زينا مبطلين قبل الفطار. ساعات ما بنزل البلد بروح أشارك في بعض الماتشات مع أصدقاء القدامى طبعا، في بلاد جنبنا، كرة جنبنا طبعا، تعرف أن أنا من قرية أصلا تبع أجا، فكنت بروح دايما زي عادة كده أن احنا بنروح دايما نتجمع مرتين ثلاثة في رمضان، نلعب في كل بلد مباراة كده مع بعض، بتبقى حاجة جميلة يعني بتسعد الناس. فاصل ونواصل. ورجعنا مرة تانية مع النجم الكبير الكابتن ياسر رضوان. بالنسبة لك انت ايه الاكلة المميزة على الفطار وكمان على السحور؟ هو اهم حاجة الخشاف ده اول حاجة. انا بصراحة بموت في المكرونة يعني، فبالنسبة للمكرونة دي من الوجبات الاساسية بالنسبة لي. السحور والله انا مش يعني اقصى حاجة ممكن اكلها زبادي، سندوتش جبنة، لكن اكتر من كده لا. بالنسبة للدورات الرمضانية احكي لي عن اطرف المواقف اللي انت لا يمكن تنساها خلال مشاركتك في الدورات دي. مره كنت بلعب في واحنا في بلدية المحله قبل ما احترف بره، كنا راجعين من ماتش المصري، كنا كسبانين ونزلت في مدينه سمنود، فالطبيعي ان انا العب الماتش كله وبتاع وتعبان ومش عارف ايه، لكن انا كنت مظبط مع اصحابي، كان في دوره دي بتعتبر من الدورات الكبيره في الغربيه، فكنت متفق ان انا ان شاء الله اوصل على الساعة 10 مثلا والعب معهم المباراة، وحصل فعلا لعبت الماتش ده. لكن طبعا كابتن شعراوي ربنا يديله الصحة يعني والعافية، عرف بالموضوع ووقفنا ماتش بعديها. ده من المواقف برضو الغريبة اللي حصلت لي في رمضان. طبعا رمضان الدورات فيه بتبقى ممتعة، وجود الناس والتفافهم حوالين الملعب اللي هو الخماسي ده والتشجيع والحماس بتبقى حاجة محترمة وحاجة تفرح الناس كمان يعني. قولي بصراحة، هل فطرت قبل كده خلال شهر رمضان؟ لا ما اعتقدش خالص الحمد لله، يعني موضوع الصوم انت عارف الارياف بيبقوا الموضوع بالنسبة لهم يعني اكنه موت انك عشان تفطر وكده يعني. لا الحمد لله، حتى انا كمان اولادي معودهم ان هم من صغرهم هم بيصوموا، يمكن قبل السن مثلا اللي هو القانوني كمان ان هو يصوم فيه، لا انا بخليه يتعود من قبليها، لان انت عارف دي حاجة انت اصلا ما تقدرش تعملها تاني يعني. هل الطلب منك خلال اي مباراة انت لعبتها في شهر رمضان ان انت تفطر؟ هو بصراحة كل المدربين اللي انا تعاملت معهم في سواء في المنتخب او في الاندية بصراحة كانوا بيحترموا الموضوع، سواء اجانب او مصريين، فهم كان الموضوع موضوع حرية مش اكتر، فلا ما الحمد لله ما فيش حد غصبنا على الفطار. هو موقف واحد حصل معايا في ألمانيا، وطبعا انت عارف التحليل المنشطات ده بيبقى بعد كل ماتش بيختاروا اتنين عشوائيين وبتاع، فانا كنت في رمضان وكنا بنلعب الساعة 2:30،
وهنخلص ولسه على المغرب، يعني بعد ما نخلص فاضل نص ساعه على المغرب. طبعا انت كل المايه اللي في جسمك صفت وخلصت، فطبعا عدنا تقريبا للعيشة. طبعا الناس كانت مستغربة جدا اللي هم بتوع التحليل، بس ده كان غصب عني. قعدت بقى عمال الفطار جه شربت 3-4 ازاز مية ومش عارف ايه، وخش الحمام واطلع من الحمام لحد ما فين عملنا التحليل. فكان موقف صعب بصراحة. ايه الشخصية اللي عاشت معاك اوقات جميلة في رمضان ومش موجودة معاك دلوقتي وبتفتقدها؟ والله بص انا يعني هي في شخصية بس مش رمضان ده بس، يعني كنت اتمنى انها تبقى موجودة معايا في كل رمضانات اللي عدت عليا، هو والدي رحمة الله عليه طبعا، لان هو توفى وانا عندي 3 سنين. فبصراحة كان امنية حياتي ان هو كان يبقى موجود معايا في كل رمضان عدى عليا، لكن ربنا يرحمه يعني. شكرا جزيلا كابتن ياسر. شكرا اعزائي المستمعين.